أشهد أن لا إله إلا الله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. أخرجه مسلم. شعائر الله أيها المؤمنون هي أعلام دينه الظاهرة، زمانية كانت أو مكانية أو تعبدية، فما من يوم إلا ونحن نصبح ونمسي على شعائر الله وحرماته، فالشهادتان هما شرط الإسلام وشعاره، وهما معلنتان في كل أذان وإقامة، والأذان شعار الصلاة، فمن ضيع الصلاة فهو مضيع لأعظم الشعائر. قال الأوزاعي رحمه الله: كتب عمر إلى عماله: اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعاً. تذكر فضل الصلاة مع الجماعة.